تاريخية مونريال متمثلة بالأخ فيصل العظم. تسألني أن ألقي كلمة عن حمص المقاهرة المقررة في مونريال اليوم. قررت هذه المرة أن أخرج عن عاداتي السيئة بالانتظام إلى آخر دقيقة حتى أقوم بعملي. بدأت بالمسودة المطلوبة. بعد أكثر من 5 محاولات كشفت استحالة ذلك، فالأمور تتغير بسرعة على الأرض. كل ساعة هناك مسجلات تدعو لتغيير الكلمة. ونظام بيت الأسد يقوم بأعمال لا أحد يستطيع مهما كانت درجة جنونه أن يتخيلها. لن يكون آخرها المذبحة التي راح ضحيتها حوالي 50 طفلا وامرأة في حي كرم الزيتون. ومن الآن إلى يوم السبت، هذا الكلام قبل 5 أيام، قررت فقط أن أتفرج. ولكي أكون أمينا معكم ومع نفسي، فإنني لم أستطع البقاء متفرجا. فقد قرأت آلاف الأخبار عن سوريا وكتبت عشرات التعليقات، ومع ذلك بقي السؤال عالقا في ذهني: من أين أبدأ الحديث عنكم؟ من الصعب جدا أن تطلب من عاشق أن يوصف الجانب الأكثر حضورا من أخبارك. هل يحب العينين أكثر من الشعر؟ العنق أكثر من البنود؟ الابتسامة أم الروح التي تشعر بكل حركة؟ وماذا يبقى من جملة لأي طرف من هذه الأطراف بعد عزله عن المجتمع العام؟ إنها محبوبة كما هي بكل مكوناتها، وهكذا علاقتي مع حمص. إنني أحب كل حجر فيها، في كل زاوية من زواياها كان لي قصة. في باب النور تعلمت، في بستان الدلوان عشت وعملت، في كرم شمشم تزوجت، في الخالدية كان عشقي الأول. عند الساعة القديمة كنت أتناول كاسات الصحراء الصباحية وأنا ذاهب إلى العمل. في ساحة الجديدة كنا نحاول مع مثقفين آخرين أن نرسم مستقبل سوريا. وفي باب عمل علمت اللغة العربية. في المحطة كنا نحن أولاد الفقراء المراهقين نتوسط على السرايا السريات. أما في الدبلان فكانت مشاويرنا المسائية تبدأ بمغازلة السرايا لتنتهي في مقهى الروضة والحديث في السياسة. بعد هذا لن أذهب في التاريخ عميقا لأقول أن بعض أباطرة روما كانوا حماصرة، وأن المغول قد هربوا من المدينة يوم الأربعاء، وأن الصحابي خالد بن الوليد استقر في المدينة مع ما يقارب 200 من الصحابة، وأن أقدم كنائس سورية شددت لحمص، وأن زنار السيدة العذراء موجود في كنيسة أم الزنار التي قصفها المسلمين منذ أسبوعين الجيش الأسدي المعتاد. ماذا؟ هل تريدون أن تحدثوا عن بار عمرو الحي الأسطوري؟ لم تكن السلطة القاتلة عاجزة عن دخول الحي رغم بطلات السلطة، كما أنها لم تكن عاجزة عن دخول الحمام قبل مجزرة 1982. لقد أرادت في حالتين، في حمام وحمار عمرو، أن تدمر كل شيء، الحجر والبشر والحيوان، كي يكون مثالا على بربريتها تضيف بها بقية الأحياء في حمص وغيرها، وتدفع الناس للعودة إلى بيوتهم والتخلي عن الثورة. هذا ما كانت تريده منذ اللحظة الأولى في درعا وحتى باب عمرو، وما يحدث الآن في إدلب وجبل الزاوية. وعندما لم يستجب السوريون أو غلت في قتلهم ولم تستطيع، فقد قرر السوريون الاستمرار في ثورتهم حتى النهاية. إنهم يدفعون الرخيص والغالي، هذا صحيح، ولكن كل شيء يرخص في سبيل نيل الحرية وبناء سوريا الحديثة. والدليل أن دمار باب عمرو لم ينهي الثورة، فقد بقيت مستمرة في المدن السورية وفي الأحياء الحمصية الأخرى. يوم الجمعة البارحة كان السارون يغني في الخالدية وبجانبه البطل خالد الفلاح. يبقى السؤال الأخير: ماذا يمكننا نحن هنا أن نفعل من أجل الثورة؟ هناك الكثير،
التعاون مع الداخل وإرسال المساعدات وتنظيم النشاطات التي تضغط على الحكومة الكندية. والأهم من كل ذلك، وكلامي هذا موجه للشباب وأعضاء التنسيقية، أن نحاول بناء سورية جديدة بدءا من هنا. من هنا، من علاقتنا مع بعضنا على أسس الديمقراطية والتنوع والاحترام وتناول السلطة. من هنا البداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجتمع الدولي في حماية المدنيين من مجازر عصابة الأسد. شكرا لك. أنا راح أعيد طرح سؤال اللي طرحه أخ ميخائيل شوي. بعد عام من الثورة، كان حصيلة هذه الثورة أننا نلنا حريتنا في سوريا في الداخل وفي الخارج، نلنا كرامتنا. هذه الوحدة التي نتحد في هذه الساحة كانت حصيلة هذه الثورة، لكن ايضا نتيجه هذه الثوره حصيلتها كان الالاف من القتلى، الالاف من المشردين، الالاف من المعتقلين. ماذا علينا ان نعمل؟ هذا سؤال يطرحه الاخ ميخائيل. ماذا علينا نحن السوريين ان نعمل؟ نحن سوريين خارج، ماذا علينا ان نعمل؟ هذا السؤال الذي كان مرتبطا نطلبه من اليوم الاول من الثوره. بالامس اطلقوا اسم الجمعه التدخل العسكري الفوري. هناك انقاذ بالمعارضة ممن يسمون نفسهم بالمعارضة ولم يذكر اسمه. أكتفي بذكر أنه من جيل النكبة. قال هذا استقواهم في الخارج. إنها رسالة للداخل. إنها استغاثة للنساء التي تم اقتصادها. إنها استغاثة للأطفال كل ذكي أكبادنا. ماذا علينا أن نفعل في الخارج؟ هناك من ما زال يجادل حتى الآن بخطاب طرفي واقع قدم على قدم يقول مع التدخل ضد التدخل. يا سيدي النساء المختصر في سوريا، التدخل هو حقنا وواجب على هذه الامم التي تسمى متحده. علينا ان نحمي نساء سوريا. لقد بدا هذا النظام بالقتل وواجه الناس سلميه. ليس نحن من طلب من الناس ان تخرج سلميه، ليس تنصيرنا نحن الخارجيين ومن طلب على الشعب ان يخرج سلميه، هم من حددوا كيف يخرجون. هم حددوا طبيعه الثوره، هم شكلوا تنظيمهم داخليا بمفردهم. ما كان علينا ان نقوم به هو ان نسمع رسالتهم. هناك من لا زال للاسف يراهن على ضمير لدى الشبيحه، لكن للاسف لا ضمير للشبيحه. منذ أكثر من 30 عاماً قتلوا شعبنا في حماه، إلى الآن لم يندموا على فعلتهم، ندموا على شيء وحيد وهو أنهم لم ينفوا حماه للوجود. ليس لهم ضمير حتى يراهن عليه، وليس لنا قدرة نحن الشعب في الخارج وفي الداخل على نوقف قتل عصابة ليس لها منهجاً سوى القتل. إذا سألتم بشار الأسد لماذا لا توقف القتل يا بشار الأسد؟ سيقول لكم لسبب وحيد، أنا لا أحد يوقفني، من يستطيع أن يوقف بشار الأسد؟ لقد تحمل شعبنا القتل، لكن ما لم يستطيع تحمل رجال الأعراض. لقد بدأ بشار الأسد وشبيحته بتجاوز الخط الأحمر لا يمكن لأحد أن يتحمله، وهذا كان رد شعبنا في الداخل. نريد تدخلا عسكريا فوري، ليس استقرار بالخارج له بداء استغاثه، وعلينا ان نفهمه. لو كنا متحدين منذ البدايه نحن الشعب في الخارج، لو كنا متحدين نحن خطاب التدخل الاممي لانه حقنا وواجب على هذه الامم. لو كنا متحدين لما اغتصبت نساءنا، لكان كثير من الاطفال الذين تم قتلهم لا زالوا على قيد الحياه. نعم البعض يقول لا رغبة بالأمم المتحدة بالتدخل، هذا صحيح، لكن علمتنا الثورة أننا إذا اتحدنا حول هدف معين نستطيع أن نحققه. كان علينا أن نتحد منذ البداية، أن لا نجادل بخطاب طرفي مع التدخل أم ضد التدخل. أطفال ترعى لا إيديولوجيا لهم، أطفال ترعى لا طائفة لهم، نساء حمص لا طائفة لهم ولا دين لهم.
الحرية والكرامة. بل علينا أن نفعل يا إسماعيل يا أخ ميخائيل، علينا من الآن نحن شعب جالية سوريا في الخارج أن نتحد حول خطاب أو هذه الرسالة التي وجهها المنافق في الداخل، وهي طلب تدخل عسكري وفوري، لأن الشعب أدرك أن هذا النظام مقبل على مجازر وقريبا إن لم يطالب بحمايته. فنرى الجثث في الشوارع بالآلاف. سمعت بالأمس وزير الخارجية التركي يقول أننا نحذر ونتوجس تخوف من لجوء 500,000. لا يقول عن عبث، لأن معلومات المخابراتية تقول له أن هذا النظام مقبل على هذه المجازر. فهذا النظام اكتشف وهو اكتشاف بالنسبة له أن الناس إذا انتهكت أعراضها ربما تستطيع أن تذلها أكثر، ولهذا هو ينتهك الأعراض. بالأمس في جبل الزور في قرية اسمها علاروس انشق بضعة من الجنود اختبأوا لدى الشعب، وتعرف نخوة الشعب في جبل الزور، طالب الجيش بتسليم الجنود المنشقين، اعتقل 15 طفلا ورجلا كرهائن، اما ان تعيد جنود المنشقين اما ان نقتلهم. وبعد يوم نفذ وعده، حرقهم حرقا لم يقتلهم بالرصاص، بالحرق. فبعد كل هذا ما بعرف عن عملهم، وكلنا نعلم ان هذا النظام لا يوقفه الا تدخل اممي. هناك من يجادل ويقول تدخل الأممي سيصادر على استقلاليتنا، هل هذا الحد نستخف بقدرات شعبنا؟ هل هذا الشعب الذي سار على ديكتاتوري كبشار الأسد سيتخلى عن استقلاليته الداخلية؟ لنا في التاريخ عبرة، في البوسنة وقف العالم يتفرج على المجازر التي حدثت في البوسنة، ولم يتوقف مجازر البوسنة إلا بالتدخل الأممي. والشعب في البوسنة قال للأمم المتحدة، لم يقل لهم شكرا، لم يقل لهم أتنازل عن استقلاليتي، قال لهم جملة واحدة: لماذا تأخرتم حتى الآن؟ ونساؤنا في سوريا وشعبنا في سوريا ليس أقلنا البوسنة. لمن يخاف على استقلالية سوريا نقول له: خف على نسائنا، خف على أعراضنا، خف على أطفالنا. هذه الأعراض التي تنتهك في حمص في كرم الزيتون. أهلنا في الرقة فهموا الرسالة، خرجوا اليوم. الأعراض خط أحمر، القتل ممكن أن نتحمله، ممكن بإيديولوجياتنا التي أولاد متخمين بالإيديولوجيا يريدون أن نتحمل القتل أكثر، ويعرفون ونعرف جميعا بأن هذا النظام لن يوقف القتل، لا يستطيع أن يوقف القتل، لا يستطيع إلا أن يستمر بالقتل. ماذا نستطيع أن نفعل نحن كاليا سوريا؟ نملك مقومات لا يملكها الداخل. نملك لغات عدة نستطيع أن نتوجه للعالم فيها. نملك أمانا في بلد يحقق لنا الأمان. نستطيع أن نستغل كل إمكانياتنا. على كل شخص منا هنا في سوريا الخارج أن يسأل هذا السؤال: هل ممكن أن أنقذ امرأة من الاغتصاب؟ هذا السؤال الوجيه الذي يسعى عليه أن يسأله. وفق فهمي أن لا يمكن وقف القتال إلا من خلال تدخل خارجي. لا نستطيع أن نقف ونحن شعب سوريا أعزل، ولا نريد أن يسرع لنا دفعا بأن نحمل السلاح. نحن سلميون وسنبقى سلميون، وحقنا وواجب على هذه الأمم المتحدة أن تدافع عنا. هذه رسالتي لكم وشكرا. شكرا دكتور أحمد يوسف، شكرا. لجنة الشعب حقيقي يحاول أن يكون له جمهورية حقيقية تنطبق عليه الصفات والمقاييس العالمية، فيجابه بالموت رصاصا واعتقالا. يحاول أن يكون له حقوق كسائر البشر، حقوق كتلك التي كانت له يوما ويا لسخرية القدر بعد جلاء الفرنسي، أي قبل أكثر من 50 عاما من الزمن، فيجابه بالموت قصفا ودمارا ومجازر. يحاول أن يسترد كرامته وعنوانه وقدرته على الإبداع والإنتاج والمقاومة والتحرير. يحاول أن يسترد كرامته سلبه إياها الدجال بالشعارات الوطنية.
من دون دم وشهداء واعتقالات. نعم. إلى أن أصبحنا نؤرخ تقدم الثورة بأعداد الشهداء وأسماء المجازر. رغم كل هذه المآسي أستطيع أن أقول وبقبل الآن تصور أنتم معي أني لم أفخر يوما بسوريتي كما أفخر بها اليوم. لم أفخر دوري سوري كما أنا فخور اليوم. سوريانا المعاصرة لم تكشف عن وجهها الحقيقي الجميل بهذا إلا بهذا العام. سوريا الحبيبة الغالية، سوريا ذهب الحضارات والإنسانية جمعاء، كانت خادعة مستكينة غافلة يائسة تحت نير وقمع شغال إلى أن لامستها رياح الربيع فهبدت تستجيب الحياة والخصوبة في جنب. أيها الأحبة جميعا، نحن اليوم نعيش لحظات تاريخية بامتياز، تذكروا ذلك جيدا. نحن نعيش مرحلة مخاض وطن، مخاض سوريا الحرة. قبل عام من الآن انطلقت الثورة السورية جميلة على صوتها بالبنود الحرار السلمي المدني العاقل الواعي. إلا أن هذه الثورة المباركة تعرضت ومنذ فجر انطلاقتها لكل أشكال التشويه والتشهير والتحقير، ولجلاني خبرة طويلة في هذا الشأن ونحن جميعا أدرى بذلك. أصر الجلاد على تفخيخ الدرب أمام أقدام الثورة الأطفال بكل أشكال العقبات المادية والمعنوية، لأنه لم ينجح ولن ينجح إن شاء الله بإكمال الله الحرية وإرادة الكرامة. بعد مرور عام كامل على مد المقام أستطيع القول وكل ثقة إني أرى وضوح بشائر الفجر قد لاحت في الأفق. اشتد أزمات تفرجي وبقي منجزين بمجازرهم الأخيرة في كرم الزيتون وماما عمد وإنك وترعى إلا علامات سقوط الطفيان للباطل جولة والحق جولان ولن يصح إلا الصحيح إن شاء الله. لقد وصل الطفيان إلى حدود الفيزياء، وصل إلى حدود الفيزياء التي لا يستطيع ابن امرأة ابن امرأة تجاوزها، ولقد باتت أيامه معدودة. إلا أننا جميعا نخطئ خطأ جسيما إن ظننا أن المعركة ستنتهي بعد سقوط الصنم الذي لن يكون لله دوليا وصاعقا بإذن الله. فمعركة التعمير أصعب ومعركة الإصلاح المادي والاجتماعي أطول، ويبقى واجبنا دائما وأبدا أن لا ننسى لمن طرقت الثورة ولما كان المخاض. علينا أن لا ننسى أبدا أننا كنا وما زلنا نريدها سوريا حرة ديمقراطية تعددية مدنية عادلة، لا أحد ولا شيء فيها فوق القانون. نريد صندوق الاقتراع أن يكون الحكم فيها أولا وثانيا وثالثا وأخيرا. لفوات البنادق ودعوات الإقصاء ونفي الآخر. لا نريد أن نخرج من طغيان إقصائي طاغوتي لندخل بطواغيت أخرى إقصائية مهما كان نوعها وصفها وشكلها. تذكروا ذلك ولا تنسوه، ففي ذلك هدر لدماء الشهداء وأحلام الشهداء التي سقطوا في ساحات الوغى والشرف من أجلها. إن كان هناك خوف فهو خوف من نفسنا من أنفسنا نحن المعارضة المشتتة حتى إشعار آخر، مشتتة تحت كل الأسماء نفي الآخر والطائفية والولاءات المختلفة. إن كان هناك خوف وإن كان هناك خوف حقيقي فهو من مخاطر انزلاق الثورة السورية نحو مهاوي الصراعات الإقليمية المسلحة والحرب الباردة بعيدا عن أهدافنا في الحرية والكرامة. أرجوكم لا تنسوا أنه في سبيل وصول غايتنا النبيلة لسوريانا الرائعة لا شيء مقدس وكل شيء خاضع للتحية والتصوير وفقا لما يحدث على الأرض. الغار كل الغار لشهداء الثورة، والمجد كل المجد لسوريا الحرة، سوريانا جميعا، وشكرا.